سلمى، هلا وصلنا لمساحتنا الطبية. يعني كثير في أسئلة تسأل عن شهر رمضان، وخاصة بحالات مرضى القلب. مرضى القلب والصيام، هل في حالات استثنائية يجوز فيها صيام مرضى القلب؟ تفاصيل أكثر نحن عارفة أكيد سلمى. أكيد زينب، هل في استشارات أيضا طبية معينة يجب أن يقوم بها مرضى القلب؟ مين بيقدر يصوم، يمكن مين ما بيقدر يصوم؟ كل هالمواضيع رح يجاوبنا عليها الدكتور علي خدام، أستاذ في جامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم، وخليني أول شيء لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان هالشهر كل عام الفضيل، بألف خير. ونعاد عليكم وعلى الأخوة المشاهدين كل خير ومحبة وسلامة. هلا مبدئيا نحن بنعرف كلياتنا انه الصيام هي شعيره تعبديه، بصراحه هي مشتركه بين كل الاديان يمكن من بدء الخليقه، والبعض بيعتبرها هي يمكن ارقى الشعائر الدينيه لانه هي بتهدف لنقاء الروح والابتعاد عن الماده. وبعيدا عن الروحانيات بصراحه خلينا نستذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. فاذا بعيدا عن الروحانيات والفوائد المتعدده نلاحظ انه هناك فوائد صحيه عديده. فماذا بشأن مرضى القلب؟ أول شيء كلمة مرض القلب يعني هو تعبير شمولي عام ممكن ما يعبر بشكل واضح. إذا شبهنا القلب بصراحة لبيت، يعني هو مؤلف من جدران اللي هي العضلة القلبية، الأبواب والشبابيك هي الصمامات، التمديدات الصحية هي الشرايين التاجية اللي بتغذي العضلة، وطبعا التمديدات الكهربائية اللي هي بتنبه أو الشرارة اللي بدأ عمل القلب. فكل جزء ممكن يكون مسؤول عن إحداث مرضيات معينة بالإضافة لارتفاع التوتر الشرياني. فالقاعدة الأساسية بصراحة لمرضى القلب بشكل عام أنه نسمح لهم بالصيام. يعني لوحظ أنه في دراسات وأبحاث أجريت في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج العربي، حوالي 90% من مرضى القلب بيقدروا يصوموا بدون ما تحدث عندهم مضاعفات أو مشاكل مهمة، لكن جزء صغير من 10% ممكن تتفاقم عندهم المسألة وتتطور عندهم أعراض أسوأ وممكن يضطروا يدخلوا المشافي والعنايات المشددة. فإذا نظرنا للنواحي الإيجابية اللي ممكن نحصل عليها من السماح لمرضى القلب بالصيام، أول شيء مبدئيا خلينا نقول في فائدة مباشرة. يعني إذا قسمنا مرضى القلب لقسمين، مرضى مستقرين يعني اللي بيكون حالتهم مضبوطة بالعلاج، ومرضى غير مستقرين نحكي عنهم بعدين. فالمرضى المستقرين اللي بيقدروا يصوموا هن بدون شك أنه خلال فترة النهار في عندي راحة للجهاز الهضمي، فأنا قدرت أوفر 10% من الدم اللي مفروض القلب يضخه باتجاه الجهاز الهضمي ليشتغل. هال10% خففت المجهود عن القلب وخلته يرتاح أكثر، وبالتالي نحن ممكن نلاحظ بعض المرضى خاصة مرضى الشرايين التاجية نقص التروية القلبية عم تتحسن أعراضهم في رمضان. إضافة لهالشيء نحن برمضان أكيد الطاقة اللي رح يستمد الجسم هي من إذابة الدهون المتراكم في الجسم. بالدراسات أنه حتى الدهون اللي متراكمة حديثا على جدران الأوعية ممكن تذوب، وهذا الشيء رح يحسن من تروية الخلايا وبالتالي رح يعزز من عملها. طبعا الفائدة الأخرى الغير محسوسة أو الفائدة غير المباشرة هي نحن بنعرف أنه أمراض القلب بالمجمل إلها عوامل خطورة، يعني عوامل بتأهب لها وممكن تفاقم من حدوثها. فأثناء الصيام بدون شك لوحظ أنه بعض هالعوامل الخطورة عم يتم ضبطها، مثلا الضغط والسكري عم يتم ضبطه بشكل أفضل. لوحظ أنه أثناء الصيام مرضى ارتفاع التوتر الشرياني ممكن تصير أرقام الضغط عندهم بشكل أفضل بصراحة. إضافة لهالشيء مثلا دراسات اللي أجريت في المنطقة بصراحة، وحتى مؤخرا نشرت في مجلات أمريكية دراسات أمريكية حتى ما نقول أنه إحنا عم نحابي نفسنا، لوحظ تحسن بأرقام الكوليسترول والشحوم الثلاثية أثناء الصيام. يعني درسوا المرضى ببداية الصيام وبعد نهاية الشهر فلاحظوا انخفاض ملحوظ بالكوليسترول الضار وتحسن بالكوليسترول النافع. بالإضافة لهالشيء طبعا بدون شك الصيام رح يحفز موضوع إنقاص الوزن، وبنعرف نحن البدانه ومشاكلها على امراض القلب. نعم. اضافه لهالشيء يمكن الصائم رح يبتعد عن التدخين، والتدخين بحد ذاته من الاشياء المؤهبه لامراض القلب. يعني اعطتنا ايجابياتها دكتور. فبتصور انه بالملخص فينا نقول انه الصيام شغله مفيده ومسموح فيها لمرضى القلب، خلينا نقول 90% منهم. نعم. خلينا نحكي لك عنا بما انه فيهم مرضى القلب المستقرين حالتهم انه يصوموا، خلينا نحكي طيب شو العادات الغذائيه؟ نحن بنعرف برمضان السفر السوريه خاصه فيها ما لذ وطاب، وفيها يمكن عادات خاطئه ان كان من انه يكتروا من الحلو، يكتروا من العصائر. يعني في عادات خاطئه كثير. شو هي يمكن النصائح اللي بتعطيها للي عم بيصوموا من مرضى القلب حتى ما يصير معهم مشاكل صحيه ان كان بالافطار السحور او نوع الغذاء؟ طبعا انا ممكن هالنصائح نختصرها بالنصيحه القرانيه بتقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
يعني بمعنى نحن اصلا رمضان هو كسر للروتين الغذائي اليومي. الانسان العادي احيانا ممكن ما يتبع انظمه غذائيه ثابته او وجبات متباعده عن يعني بعض بشكل غير منتظم، بس برمضان احنا حددنا ان في عندنا وجبتين باوقات منتظمه. الاصول طبعا اول شيء البدء بالسوائل، لانه الانسان خلال فتره النهار اكيد تعرض للجفاف، فمفروض المريض الصائم بشكل عام، وهي نصيحه مو بس لمرضى القلب طبعا، هو انه يكثروا من شرب السوائل باستثناء مرضى قصور القلب اللي بيكون بالاساس خلينا نقول على شفا حفره من انه تنكسر المعاوضه عنده. فاول شيء اذا السوائل بكميه معتدله باستثناء مرضى قصور القلب. بعدين الغذاء نفسه المفروض يكون منوع، بيحتوي على العناصر الغذائيه الاساسيه، يعني النشويات والبروتينات والدهون. والدهون لازم نختارها بصراحه ما تكون الدهون المشبعه، يعني نبعد عن الدهون المشبعه قدر الامكان. مريض القلب المفروض نحن نضبطه عنده الكوليسترول، فمو معقول انا اسمح له ياكل الاطعمه الغنيه بالدهون مثل السمنه والزبده والمقالي. اضافه لهالشيء العاده الغذائيه اللي ذكرتيها حضرتك المنتشره برمضان، هي مساله النقارش اللي موجوده بعد الافطار بشوي. نعم. فكلياتها بتكون غنيه بالسكر وغنيه بالدهون، وهذا الشيء رح ياثر على المريض سلبا. طبعا منصوح بالرياضه برمضان، بس الرياضه ممنوع تتم قبل الافطار، لازم تتم بعد الافطار بشي ساعتين. طيب دكتور، ايضا يعني بعض مرضى القلب بياخذوا طبعا جرعات من الادويه بفترات معينه، ممكن يتساءل البعض حتى لو كان انا بقدر صوم، ولكن هل بيتاثر؟ بنعرف نحن في جرعات ادويه مثلا بتتاخذ بوقت معين، هل هذا الشيء بيتاثر ولا ما في مشكله ممكن هو بعد ما يفطر ياخذ ادويته؟ طيب هلا في جزء من المرضى للاسف ما بيتواصلوا مع اطبائهم، وبيكون عندهم اجتهاد شخصي بانه بياخذوا كل الادويه دفعه واحده بعد الافطار، خاصه الناس اللي بيتجاهلوا وجبه السحور اللي هي وجبه اساسيه. فهلا الاتجاه الحديث حاليا هو نحو استخدام الادويه مديده المفعول، يعني نحن ممكن نسيطر على مريضنا اللي عنده ارتفاع توتر شرياني عم ياخذ عده ادويه باستخدام حبه ممكن تحتوي على عده اصناف وبجرعه واحده. اضافه لهالشيء يمكن بعض الحالات المرضيه القلبيه بيكون فيها المريض عم ياخذ جرعات متعدده من الادويه، فنحاول نحن نضبط له اياها تكون على اساس جرعتين بالنهار، يعني بعد الافطار على وجبه السحور. وبنتمنى من المريض انه الادويه اللي كان يتناولها صباحا يحاول ياخذها على السحور. الاهم شيء بالادويه بصراحه هي موضوع المدرات، المفروض نتحاشى اعطاء المدرات على فتره السحور تجنبا لحدوث الجفاف بالنهار. فعلى الاغلب نحن بننصح مرضانا انه ياخذوا المدرات بعد الافطار بقليل. طيب دكتور، هل في حالات مرت عليك من خلال خبرتك بشهر رمضان لمرضى قلب ان كانت تحسنت حالتهم ولا انه ساءت حالتهم؟ هل اكتشفت في خيط رفيع بهي الحاله، يعني انه صار عندك جزم بحالات معينه ممنوع صيامكم وبحالات معينه مسموح صيامكم؟ طبعا للاسف مريضنا هو مريض عنيد بعض الشيء، يعني بنلاحظ انه بعض المرضى مصرين على الصيام حتى لو كان صيام مؤذي لألهم، لانه هم ما بدهم يعني بدهم يخالفوا الشريعه. فالحقيقه مفروض استشاره طبيب مسلم حتما منشان وضع الضوابط انه هذا المريض قادر على الصيام او لا. ممكن نسمح للمريض العنيد اللي بده يصوم انه يعني يجرب كم يوم الاوائل، بدون شك انه الجوع رح يتلاشى بعد الايام الاربعه الاولى من الصيام. فلاحظنا انه بعض المرضى بصراحه، خاصه اللي كل حاله مختلفه عن الاخرى، المرضى اللي بيكون في عندهم امراض مرافقه تشاركيه، مثلا مرضى السكري اللي عندهم مرض قلب او مرضى الفشل الكلوي، يعني صار في عندهم عذر اقوى بصراحه بالافطار. فنحن بنتمنى بصراحه من المرضى يستشيروا اطبائهم على الاقل بالايام الاولى او قبل بدء الصوم. يعني كمان دكتور خلينا نحكي شوي، مثل ما قلت بعض المرضى بيعتمدوا على نفسهم، خلص اخذوا الوصفه لمره واحده بيمشوا هن عليها طول الوقت من دون مراجعه. الجسم ايضا خلال فتره الصوم في فوائد كثير للصيام بتاثر على الجسم كله، بيقولوا انه الجسم بيتخلص من السموم خلال فتره رمضان، قد ايه هذا الشيء ممكن ياثر ايجابيا؟ يعني خلينا نحكي شوي عن الناحيه الايجابيه، وهل هي مفيده فعلا بتنظيم الدوره الدمويه للجسم وفائده القلب؟ هلا حكينا قبل شوي عن بعض فوائد الصيام والاثار الايجابيه، انه بدون شك الاستقلاب بيتغير عند الانسان، طريقه مثلا تنظيم السوائل والشوارد بيختلف عند الانسان. فبشكل اساسي خلال فتره الصيام نحن بنخاف من موضوع التجفاف. المرضى اللي عم بيصوموا بننصحهم جدا انه اثناء وجبه السحور انه يبتعدوا عن الاطعمه المالحه قدر الامكان، حتى عن العصائر الحلوه اللي ممكن تسحب السوائل من الخلايا.
فنحن بالاساس معظم مرضى القلب عندنا عم ياخذوا مميعات، وبتعرفي انت بتزداد لزوجه الدم بسبب التجفاف، وبالتالي ممكن تعرض المريض للجلطات. فالمريض الواعي اللي بيتقيد بطريقه تناول الوجبات وبنوع الوجبات وبتناول الادويه بمواعيدها رح يستفيد من الصيام على الاقل، مثل ما قلنا قبل شوي، حتى رح يصير في ازاله لبعض الخلايا التالفه، يعني بصير نوع من التجديد. غير هيك حتى في بعض العوامل الهرمونيه اللي بتكون موجوده بالجسم اثناء الصيام، مثلا مثل هرمون الهوموسيستين ممكن ينخفض، وهذا الشيء رح يكون له تاثير ايجابي بالوقايه من امراض القلب صراحه. نعم، يعني يا دكتور يمكن موضوع كتير طويل، ويمكن اختصرته بالفوائد للصيام والحالات اللي قسمتها والتواصل مع الطبيب، لكن خلينا نحكي أيضا أنتم كأطباء قلب بسوريا اختصاص القلبية كتير أجريتوا عمليات حساسة ودقيقة أيضا بسوريا، وعمليات ضمن الإمكانيات الموجودة كانت ناجحة بامتياز. خبرنا كمان عن رأيك اليوم يعني المختصين بأمراض القلب وهي العمليات كيف عم تقيمها ضمن خبرتك. هلأ أنا من خلال طبعا اطلاعي بالمؤتمرات العالمية على خلينا نقول الإجراءات الحديثة اللي ممكن تتم، نحن حتى وقت قريب بصراحة كنا تقريبا عم نجاري كل التطورات الطبية اللي عم تصير بمجال القلب. أنا بفتخر أنه نحن بمجال القلب عم نقدر يعني بطريقة عملنا عم بيكون في جودة تضاهي أي عمل مجرى في أوروبا أو في أمريكا، طبعا باستثناء بعض الإجراءات اللي ما دخلت على البلد للأسف، ممكن غلاء الأسعار أو المقاطعة الاقتصادية. لكن فيني أذكر بعض الحالات اللي نحن ممكن نعالجها بالإجراءات اللي نسميها الباضعة أو الغازية، يعني بعيدا عن العلاج الدوائي. وأنا هي نقطة بدي نبه فيها المرضى أنه برمضان في كتير مرضى بيكون وضعهم غير مستقر، نعم، وبنقول لهم لا تصوموا وهم بيصروا على الصيام، ممكن يحتاجوا أحياناً لقسطرة قلبية إسعافية. فأنا حاب أقول أنه القسطرة القلبية بشكل عام كأجراء، يعني حتى دار الفقه الإسلامي يمكن قالوا أنه ما بتفطر. فنحن في كتير حالات عم نشوفها بالحالات الإسعافية عم نقدر نحن ندخل على مريض بظروف صعبة، خلينا نقول احيانا في مريض بتكون عنده عده اصابات متعدده بالشرايين، نحن قادرين بصراحه نوسع له اياها ونحط له عده دعامات قلبيه. وفي بعض الاحيان زملائنا الجراحي القلب عم يقدروا يتداخلوا على الحالات في الحالات اللي بتكون في لها استطباب جراحي. نعم، يعني مثل ما حكيت دكتور يمكن في عوامل متعدده بتلعب دور اثناء الصيام مع الصائم. الامراض القلبيه هي جزء من امراض كثيره ممكن تكون مترافقه مع بعض. خلينا نحكي شوي عن مرضى الضغط الشرياني وتاثير الصيام عليهم، مين بيقدر فيهم يصوم مين لا؟ طبعا اذا اخذنا مرض ارتفاع التوتر الشرياني على حده، يعني نحن في عندنا قسمين هالمرضى، قسم فينا نسميه عنده ارتفاع توتر شرياني مضبوط او مستقر سواء بدواء واحد او عده ادويه. هذول المرضى نحن خلال مراقبه الضغط عندهم بالاشهر السابقه لشهر الصيام، لما نلاحظ انه ضغطهم مضبوط راح نسمح لهم بالصيام. ومثل ما ذكرنا قبل شوي هذا الشيء اصلا راح نشوف انه خلال فتره النهار الضغط مضبوط حتى اكثر من الاحوال العاديه. القسم الثاني من مرضى ارتفاع التوتر الشرياني هو القسم اللي نسميه ارتفاع التوتر الشرياني غير المضبوط او غير المسيطر عليه، يعني في عندنا بعض المرضى بضل عندهم ارقام ارتفاع التوتر الشرياني متقدمه او عاليه جدا ورغم استخدام العديد من الادويه، وهدول ممكن يضطروا ياخذوا الادويه بعده مرات في اليوم، وبتعرفي الصيام راح يحرمهم من تناول جرعات اضافيه، لذلك هدول المرضى حتما نحن ما بنسمح لهم بالصيام، لانه نوبه ارتفاع التوتر الشرياني اذا المريض صايم وما عم بيقدر ياخذ الدواء ممكن توصلوا لاحيانا نزف دماغي او احيانا وزمه رئه حاده او احيانا طبعا ممكن احتشاء عضلي قلبيه. فبصراحه ارتفاع التوتر الشرياني هو مرض في 90% من الحالات مرض مجهول السبب، مرض هو يمكن اكثر مرض في العالم متوفر له ادويه بالاسواق، ويمكن في عندنا لا يقل عن 25 دواء في السوق السوريه متوفر للضغط الشرياني، لذلك ضبطه هو بمتناول اليد خاصه اذا كان المريض متعاون، بيبقى جزء صغير من المرضى هن اللي ما بيقدر يسيطر عليهم صراحه. أكيد، يعني دكتور كتير أسئلة بتخطر على بالنا عن أمراض القلب، هل هو وراثي أم بينتج عن ظروف معينة أو عادات خاطئة؟ لكن كمان خلينا نحكي ونركز على شهر رمضان، الضغط والقلق والتوتر قدي بيأثروا أيضا هي الحالة النفسية على مريض القلب، وشو قدي لازم هيك يراعي إذا كان صايم أنه ما يعصب ما يتوتر ما وأنا اللي لاحظته على العكس المرضى الصائمين هن أكثر قدرة على ضبط نفسهم من المرضى العاديين.
على عكس ما بيترقى للناس والله انه فلان صائم فهو ممكن يغضب ويعصب ويزعل ويتوتر. بالعكس مثل ما قلنا قبل شوي انه الصيام بحد ذاته له فوائد روحانيه، بتلاقي الانسان هادئ مستكين قليل الكلام بعض الشيء، علاقاته مع زملائه صار فيها تحسن. فبالعكس انا بشوف انه في موضوع القلق والتوتر والضغط النفسي نوعا ما بيتحسن برمضان، وهي يمكن فائده ايجابيه اخرى. هو اذا كان شخص عصبي ومعه مريض مرض قلب شو بيسوي؟ لا الحقيقه هو التوتر النفسي او العصبي او الانزعاج الفجائي في كثير ناس بيعتبروه انه هو من عوامل الخطر العالي، انه بيقولوا مثلا فلان صار معه جلطه قلبيه لانه عصب او زعل او كذا. صحيحة؟ العلاقة موجودة، بس بالأساس هذا الشخص بده يكون عنده مشاكل صحية بوضعه القلبي، إجا الموضوع التوتر النفسي أو الشدة النفسية وفاقم من حدوثها، لأنه الشدة النفسية تضعف الجهاز المناعي، وبالعكس نحن برمضان لاحظنا أنه الجهاز المناعي بيقوى. يعني خلينا دكتور قبل ما نختم حديثنا ناخذ منك نصائح بشكل عام لكل يمكن مرضى القلب اللي عم بيتابعونا اليوم. هلا اول شيء مثل ما حكينا لازم نفرز المرضى لمجموعه مستقره مجموعه غير مستقره. مجموعه المرضى الغير مستقرين مفروض ننهيهم عن الصيام، مثل المرضى اللي بيصابوا بجلطات قلبيه حاده، المرضى اللي بينعمل لهم ستنت او شبكه قلبيه بالشهر الاول من الاجراء، المرضى اللي بيكون عاملين جراحه قلبيه حديثه، طبعا مرضى ارتفاع التوتر الشرياني غير مستقر، هذول مفروض ننهيهم عن الصيام. خلال فتره الصيام طبعا قلنا اول شيء لازم نوزع الادويه بشكل معتدل، المدرات ما نحاول نعطيها على فتره السحور. مرضى قصور القلب الغير مستقر اللي ممكن يتناولوا مدرات كثيره بنمنعهم من الصيام. النظام الغذائي الصحي اللي هو غني بالخضار والفواكه، بتعرفي ان الخضار خاصه النباتات الورقيه فيها كثير من الفيتامينات مضادات الاكسده اللي لها دور حامي. نبتعد قدر الامكان عن الدهون المشبعه، نحاول يعني نستفيد من فترة رمضان خاصة للأشخاص المدخنين، هاي رسالة أنه هني قدروا ضبطوا نفسهم 15 ساعة خلال فترة الصيام، فجزء منهم بصراحة عم تساعدوا هاي موضوع الصيام على الإقلاع عن التدخين. ممارسة الرياضة باعتدال، يعني مشي نص ساعة بعد صلاة العشاء مثلا، الوجبات الخفيفة، عدم الإكثار من الوجبات، خاصة أنه القلب بيكون مرتاح طول النهار، لما بتيجي وجبة ثقيلة يعني من ننصح المريض ياخذ وجبات خفيفه متعدده، وجبه ثقيله ممكن تعمل جهد مباشر على القلب، تعمل له انكسار بالمعاوضه. طبعا بالنهايه ان شاء الله يعني يكون مرضانا عند حسن الظن انه يسمعوا النصائح، ونتمنى له الخير والسلامه دوما. اكيد، ويكونوا دائما على تواصل مع الطبيب باي استشاره، ما يجتهدوا من عندهم حتى يمر رمضان على خير. بدون شك طبعا أكيد. الاستشاره لا تعني هو زياره الطبيب، ممكن احيانا الموضوع يكون مكلف للشخص، ممكن اتصال هاتفي او استشاره تليفونيه ممكن تحل المشكله. نعم، نحن بنشكرك دكتور على كل المعلومات والنصائح اللي اعطيتنا اياها، بنتمنى يكونوا استفادوا منا اللي عم بيتابعونا، وانتبهوا على قلبكم كثير منيح. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا. ان شاء الله. شكرا لك دكتور.